الشاب ده؟ رايحة يا سيدي اشتري البتاع. ايه البتاع ايه اللي هتشتريه؟ خضار يعني؟ ايه ده انت؟ خلي عندك، احنا هنشتري اللي هم عايزينه. دي مفيش خمس دقايق يعني فرك البتاع. قلت لك امشي يا بنت، احنا هنشتري اللي هم عايزينه. اجري امشي، نجري من هنا اساليهم هيدفعوا ايه. يلا نجري. جري يا بتاعت البتاع. هتديت حدوده في كلها؟ لا مليح. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. يا بنت واحنا في ايدنا ايه نعمله بس؟ نبلغ البوليس. لا ايوه نبلغ البوليس يا بنتي. لا ده مجرم ويأذينا ويمكن ينفذ تعبيره مع سامي. البوليس يحمينا من 10 زيه. ايه ولا انت عايزاني نفضل محبوسين كده؟ يا بنتي يا اختي. الو. ايوه الو سامي. انت فين يا سامي؟ كنت بسأل عن الخط ده، طلع اخطر قتال قتله فعلا. اسمعي يا بلبل، انا خايف عليكي، خلي بالك من نفسك. لا 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 سيسيه، اوعي تنرفزيه. لا 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 بوليس ايه؟ بوليس ايه؟ انت عايزاه يتهور ويقتلك؟ امال نعمل ايه؟ ها مين قادر اشوفك ولا انت قادر تشوفني؟ يا سلام. مؤقتا بس يا بلبل، مؤقتا مؤقتا. لا لغايه ما الخط ده يزهق ولا يحل عننا ولا احنا نشوف له حل. لا 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 بوليس لا، هيرجع تاني يفتحوا ملف خصوصي ويقولوا لك اختلاسات و... احنا ما صدقنا قفلنا على الصداع ده يا بلبل كده. طيب يا سامي اللي تشوفه. مع السلامة، ابقى اطلبني بعدين. ها قالك ايه يا بنتي؟ مش عايزنا نبلغ البوليس. عاقل جدا. لكن انا عايز اكلم مفتش المباحث. ليه بس يا بنتي ليه؟ نسأله ناخد رأيه نشوف هيقول لنا ايه. نمرته كانت هنا يا اخواتي. اهي